we are in the memory, name it any electronic you can think of, we are in. So my life is basically, I know nothing about entrepreneur, about business, never studied business. I know electronics, but I can tell you all the problems I have run into. Oh, that's cool. That's cool. thing that you should not do. But so I learned about entrepreneurship and doing startups and all this the hard way, walking the walk. Maybe a few words about your initiative in Algeria, Sibyl Gassam. Huh? I know that you have some initiatives in Algeria to try to create this kind ecosystem startup. Many years back, I realized there is no ecosystem in Algeria whatsoever. So I decided to create an institute that supposedly try to gather the youth in Algeria and teach them how to start a company, what is a business plan, try to give them a place where to stay, an office, and help them with bureaucracy, and why not try to get them some money for venture. It sounds good, doesn't go that way. That's my life. So, are you surprised? No. Okay, that's cool. the same problem I face in the US in a different ways. But you knock at $1,000, one of them will open. So, and that's basically. Basically, I have done startup and worked in three continents. So, and that's it. And I'm getting old. Thanks, Bigassam. Dominique, réveille-toi, le Marseillais. Démute-toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Algérie que tu aimes tant et que tu Bonjour à tous. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. M'entendez? S'il vous plaît, Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Bilgassem. Si Bilgassem. بسم الله الرحمن الرحيم سيد الوزير معالي سيد الوزير راهو معنا هنا عن مباشر نظن معالي سيد الوزير مازال جكرو مازال معالي لو هنا وهنا مباشرة نعطيه الكلمة سيد ياسين جردان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة السيدات والسادة الأساتذة والباحثين والخبراء زميلاتي زملائي أحبتنا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته إثر هذا الشهر المعظم والعيد المبارك أتوجه للجميع بأحر وأجمل الأماني والتبريكات متمنيا لنا الصحة والعافية ولبلدنا الرقي والازدهار لقد تم التفكير ثم التنظيم لهذه التظاهرة الفريدة من نوعها لعدة اعتبارات من أهمها نذكر أولا التواصل الدائم مع رواد الأعمال وتلك من صلب مهام المدرسة ثانيا اللجوء إلى التواصل الافتراضي والذي تحققه مدرستنا مع طلابتنا في هذا الظرف الصحي الخاص شجعنا على الامتداد لأفاق خارج الوطن. ثالثا طموح المدرسة وتحدياتها المعتادة في مجالاتها وقربها الدائم من الحدث الاقتصادي الوطني. كل هذا دفعنا إلى رفع سقف التحدي وكان هذا الأسبوع الخاص بالمقاولتية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيات الذي يزخر بعديد الأساتذة والباحثين والخبراء
من ألمع ما وجد في العالم. وفخرنا في هذا الأسبوع من شهر ماي شهر التحام والتحاق طلبة الجزائر بالثورة المجيدة ذات يوم 19-19 ماي أن نشهد خيرة أبناء وطننا المفدى في المهجر وجليتنا الكريمة والعزيزة تستجيب لنا وتمد لنا يدها بكل فرح واندفاع وإخلاص. فشكر لكم أحبتنا وإخواننا. إن مواكبة التطورات السريعة والمتسارعة التي يعرفها العالم اليوم من خلال التحكم غير المسبوق في تقنيات الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال والخطوات الراهنة والعملاقة القادمة في ميدان الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة مصيرية لبلدنا. هذا الوضع العالمي أثر بطريقة أصيلة ومتفردة في مجال الابتكار وكيفية التوصل إليه والسيطرة عليه وإدراجه كفن يدرس ويعلم. لذلك تغيرت وجهة مفهوم المقاولاتية نحو تصورات جديدة وهندسة نوعية تنطلق من لا شيء ليصبح هذا اللا شيء مفهوما جديدا للثروة إذا اقترنا مجرد فكرة. ومن هنا يكون البدء وتكون المقاولة الناشئة التي يجب احتضانها ومرافقتها حتى تكبر ثم تنضج لتطير وتحلق إن في سماء أو كل السماوات. وتلك هي الفكرة الثورية. لا يفوتني قبل التوجه بكلمة إلى الضيوف الأجانب أن أقدم جزيل الشكر شكرنا وامتناننا لقبول السيد الوزير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ولرعاية هذا الحدث والتفضل بالحضور شخصيا والإشراف على الافتتاح بإلقاء كلمة. Permettez-moi, honorable assistance, de présenter mes chaleureuses salutations à nos chers invités de l'étranger et leur souhaiter la bienvenue parmi nous, tout en les remerciant ainsi que tous nos honorables conférenciers d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation et par le même permettre la tenue de cette manifestation sous le titre « Tahdi » ou « Le défi, le challenge ». Cet événement adopte un format unique par sa modalité spatiale en virtuel pour sa durée et enfin son intercontinentalité. À relever également la forte participation de notre diaspora, de notre fierté, dont le niveau scientifique et les fonctions occupées nous fascinent, nous honorent, nous interpellent et enfin nous encouragent et qui produira certainement beaucoup d'émus. Un dernier point, et non des moindres, notre accompagnement pour cette première édition par Monsieur le ministre de la TPE, des start-up et de l'économie de la connaissance qui nous fait cet insigne privilège et cet honneur éloquent en prononçant une allocution d'ouverture des travaux de cette grande rencontre. Sans tarder, je passe la parole à Monsieur le ministre. سيد الوزير لكم الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الوزير السلام عليكم. مسموع؟ صوتي مسموع؟ مسموع. Thanks you, thank. في البداية أود أن أحييكم بمناسبة العيد. ما كل عام وأنتم بخير. وفي أود أيضاً أن أشكر كل من قام على هذه المبادرة لأنه المبادرة جد مهمة خاصة القطاعنا الوزاري الذي استحدث لدعم الاقتصاد المعرفة. في الأمر الثاني حتى الكلام اللي نقوله يكون مفهوم استسمحوني أنه يكون بالإنجليزية وخاصة يكون الأمر مفهوم من الجميع. So our ministry department was created recently just to promote the innovation, the capacity to improve our capability in Algeria to create a new economy based on knowledge. As everybody know, and you are the best in
all the field where you are working on, we can create many industry, we can create many products with the high added value, and it will be completely good. It will be completely good opportunity for Algeria to go from the old schema of economy to the new one. The economy where we can produce completely something that it's infinite, without any resource, material resource. So our ministry also have the opportunity to be a new one since the independence of Algeria, that it's going to promote the knowledge economy and to put on the right way all what Algeria produces for men.